شيء أصعب مشاهدينا من أن يؤخذ حقك ثم تقف عاجزا عن استرداده، فكيف إذا كان الحق هو منزلك الذي تعيش فيه أو أرضك الذي تركها لك والدك؟ هذه ليست قصة لشخص بعينه، فالكثير من المواطنين في عدن فقدوا أراضيهم التي ذهبت من إلى المتنفذين، وتحول لصوص الأراضي إلى قادة يحكمون المدينة اليوم، وحين غابت الدولة لم يجدوا من ينصفهم أو يأخذ بحقهم، فكانت الشكوى إلى الكبير الذي لا يظلم عنده أحد. من على ستار الكعبة إليكم مقطعا متداولا على منصات التواصل الاجتماعي لمواطن يدعو على من أخذ أرضه، خلونا نشوف. اللهم عليك ببلادية الأراضي في بئر فضل في مدينة عدن الذين ينهبون أرضي والتي أشتريتها بحر مالي. اللهم عليك بصلاح العولق الضالع ومن خلفه شلال وعبد الدايم، اللهم شتت شملهم، اللهم انتقمنا منهم يا جبار يا عزيز يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمحافظ عدن الذي سهل لهم عملية نهب أرضي متجاوزا كل أحكام القضاء وكل الوثائق الشرعية التي أمتلكها في أرضي، من منطقة الإسكان إلى المنطقة الحرة إلى حكم محكمة استئناف إلى حكم محكمة عليا. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا أرحم الراحمين. اللهم كما قهرونا فيما نملك، اللهم إنا نسألك أن تقهرهم بأعز ما لديهم.